السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا ابن الزهراء مولاي، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قاتلتكم